هو كأس السوبر، كأس هذه البطولة الذي لاقى استهزاء كثير من الجماهير والإعلاميين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة شكل هذا الكأس المعروض على حضراتكم وأمامكم اليوم بالشاشة. الغريب بالموضوع كنا ننتقد حافظ القاضي والتسوق من سوق حافظ القاضي، اليوم رحنا إلى مديات أبعد لأن حافظ القاضي بكوس بشكل لطيف وجميل أحلى من اللي نشاهده اليوم أمام تونس. سموه سوق حافظ القاضي على اسم أحد أكبر تجار العراق، وهواي أدوات وأشياء متنوعة تنباع هنا. أنتم تتابعون الفرق الشعبية شلون تنظم وتقدم هدايا وجوائز للفرق المتوجة بالنهائي؟ فقط اتحادنا يرجع إلى الوراء من سيء إلى أسوأ. بحثنا بموقع على مواقع التواصل الاجتماعي ويب سايت موقع مصري للأثاث، أثاث منزلي، وشاهدنا هذه القطعة الأمامكم معروضة. كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربية عليك، يعني كله 4800 جنيه. هذه القطعة بموقع انارات فازة كلاسيك نحاس زائد كريستال ب 4322 جنيه مصري، يعني ما يعادل 320 ألف دينار عراقي، أي ورقتين. احنا رايحين لتسوق الكتروني من موقع مصري معروض ب 4000 جنيه واشترينا هذه القطعة المنزلية وقدمناها لنادي الشرطة. أندية تصرف وتتعب وتوصل لمراحل وتلعب كأس السوبر، مباراة منقولة على الهواء مباشر، كأس السوبر العراقي، نقدم لهم قطعة منزلية ب 4000 جنيه والله شنو هذا كأس السوبر، تفضلوا. ما بينا حيل حتى نروح نصمم تصميم خاص بهذه البطولة ويكون ثابت وجزء من تاريخ العراق. كافي الخاطر الله، كافي إبداعك الله الخاطر الله.